ريجن ويعمل له ضمور عالي جدا. لما بفقد انا الطحال ده اورجن مهم جدا للجهاز المناعي، اورجن مهم جدا للتحصينات بتاعتي، بالتالي لو انا فقدته بتبقى الحقيقه مشكله كبيره جدا في هذه الطيور. طبعا الحاجات دي الحقيقه ما بيجيش لوحده نيوكاسل. يعني النهارده ما تجيب لي قطيع في نيوكاسل لوحده اقول لك لا يا فندم ما فيش. والزملاء كتير جدا بيعملوا النهارده مثلا بي سي ار لاربع خمس فيروسات ويلاقي ان عندهم فوق، فهو مش قادر يحدد ايه، يبعت عين بي سي ار يقول لك انا هعمل بي سي ار. الحقيقه الحته دي محتاجه مراجعه مننا كبيره جدا، لاني طبعا اما هتعمل بي سي ار هيطلع معاك نيوكاسل واي بي واتش 9 واتش 5 وكل فيروسات تطلع لك، ده ان ما طلعش اي ال تي، ده في ناس بتطلع اي ال تي في التسمين، وبالتالي في ناس حصنت اي ال تي تسمين يعني. فبالتالي عمليه النهارده الابروش الدياجنوستيك ابروش باستخدام البي سي ار محتاجه الحقيقه يعني محتاجه شغل عالي، ومحتاجه يعني انتربريتيشن الحاله على بعضيها عشان تقول انا عندي السبب الرئيسي للمشكله اللي عندي ايه. الحقيقه الحاجه اللي برضو من الملاحظه قوي في الدول العربيه وعندنا احنا في مصر برضو هو النيوكاسل دايما يجي مع اتش 9 او اتش 9 يجي مع نيوكاسل الحقيقه، يا اما اتش 9 اي بي يا اما اتش 9 نيوكاسل، وبالتالي في سينرجيزم بيحصل وفي انهانسد باثوجينيسيتي بتحصل لما بيحصل ميكسد انفكشن اكتر من فيروسات بتبقى موجوده مع بعض. طبعا احنا عملنا شغل طبعا بالنسبه لاتش 9 وبالنسبه للنيوكاسل، والحقيقه زي الداتا زي بقيه الناس، وعندنا مشكله كو انفكشن كبيره جدا، ميكسد انفكشن كبيره جدا ولا تزال، بقى لنا 6 سنين او 7 سنين كل سنه في ميكسد انفكشن في اميون سبريسن. وبالتالي النهارده بقى في اتجاه كبير جدا ان النيوكاسل بيعمل اميون سبريشن، وفي النهارده في اميون سبريسف سترينز من النيوكاسل وخاصه جينو تاب 7 بدات ناس تتكلم ان هذه الفيروسات بتعمل اميون سبريشن. الكونتينوس ايفوليوشن والريسبيراتوري فيروسز في الميكسد انفكشن الحقيقه كانت موجوده في مصر وموجوده بغزاره ولا نزال نعاني منها كل سنه. يعني مع دخلة الشتاء اللي احنا شايفينه الدورة اللي شغالة دي هنبص نلاقي المشاكل هتبتدي، هنبص نلاقي لو عدت القطيع بتاعي في العشرينات عدى بعد الثلاثينات النيوكاسل يقوم عليا. عشان كده احنا بنقول ايه؟ بنقول يا اخوانا برنامج التحصين بيلعب دور كبير جدا في الكنترول بتاع هذه المشكلة. نمرة اتنين، لما تحصل مشكلة نافق لازم انا افكر جيدا ان انا عندي اكتر من فيروس داخل المزرعه، مش فيروس واحد يا اخوانا، في اكتر من فيروس داخل المزرعه. لو النيوكاسل طرف يبقى لابد ان انا اراجع برنامج التحصين بتاعي وبرنامج الباي سكيورتي بتاعي داخل المزرعه، وخاصه الطيور الايه الوالد بيردز اللي موجوده او اللي ممكن يجي لي كونتامينيتد فيد على فكره عن طريق العلف، عن طريق العربيات، عن طريق وات ايفر. الباي سكيورتي برنامج الباي سكيورتي المفروض ان انا اهتم بيه عشان ابتدي اخلص من الميكسد انفكشن اللي موجود. الميكسد انفكشن كمان هي الحالات اللي موجوده في مصر كلها، طبعا احنا اشتغلنا عليها. السلايد ده برضو انا واخده من اندرياس بتاع مريال مش بتاعي. السلايد ده بيقول لك ان الاميونوسبريسيف ديزيزز من ضمنها النهارده النيوكاسل. احنا بنقول الاميونوسبريسيف فيروس زي الجمبورو والميرك والايفن انفلونزا اتش 9 ده اميونوسبريسيف فيروس، النهارده بداوا يحطوا النيوكاسل واحد من الاميونوسبريسيف فيروس. والحقيقه في بعض الناس في المكسيك وفي بيرو وفي امريكا اللاتينيه والبرازيل عزلوا فيروسات نيوكاسل بتعمل اميونوسبريشن عالي جدا، وعزلوا الفيروس من الاميون اورجنز الثايموس والبون مارو وشافوا الليجونز. عشان كده بداوا يبصوا للنيوكاسل ان هو بيعمل اميون سبريشن. في النهايه الحقيقه عشان اترك برضو فرصه للدسكشن اذا كان في دسكشن، بنقول ان احنا بنتعامل مع فيروس نيوكاسل يتبع جينوتايب 7. هو مميز بيختلف
عن اي فيروس نيوكاسل داري. الفيروس بتاعنا ده غالبا منتشر، سجل في الدول المختلفة في العالم في حالات ميكسد انفكشن. اوعى تنسى الكلمة دي، في حالات ميكسد انفكشن. مفيش نيوكاسل النهارده لوحده، ده معظم الريبورتس المصاحبه نيوكاسل المصاحب لنفوق عالي بيبقى موجود معاه ميكسد انفكشن، وده شفناه ولا نزلنا نشوفه. نمره ثلاثه، النيوكاسل جينوتايب 7 اللي موجود في البلد دي وموجود في المنطقه العربيه كلها بيعمل سيفير باثولوجيكال تشينج في السبلين نتيجه الهاي ريت اوف ريبليكيشن، تكاثره العالي جدا في الطحال. ها، وشفنا مدى تاثيره على المناعة الطبيعية بالنسبة للطائر. اكسبت هذا الفيروس قدرة ان هو بيتكاثر بكميات كبيرة جدا في الطحال، وبالتالي الطحال ده اورجن مناعي وغالبا بيبقى فيه بي لنفوسايت كميات كبيرة، غالبا انتي بودي برودكشن سيستم بتاعي هيتأثر مليون في المية. النيوكاسل اللي معانا برضو هناك ثلاث بروتينات بتلعب دور كبير قوي في ضراوة هذا الفيروس واللي بتخلي الفيروس ده يتكاثر في السبلين، هما بروتين F والH N والM بروتين. الجينوتايب 7 نيوكاسل بيحقيقة بيأثر كبير جدا على المناعة الطبيعية اللي بيخلي الخلايا بتخش في دور إيبوبتوزيس. دور ابيبتوز دور انتحار، انت متخيل ان الخلايا لوحدها بتنتحر وبتموت نتيجه الريبليكيشن بتاع هذا الفيروس داخلها، بالتالي تكاد يكون الجهاز المناعي حصل له ايه؟ اتخض من هذا الفيروس، وبالتالي بدا يحصل فيه امبالانس، عدم توازن، خلى الخلايا تخش في دور الانتحار. النيوكاسل جينوتايب اللي معانا بنقول هو اميون سبريسيف فيروس وبيعمل اميون سبريشن، وخاصه لو معاه فيروسات اخرى. اتمنى اكون اضفت بس ولو قليل للزملاء واللي بيسمعني، وانا الحقيقه يعني جاهز لاي تعليق او اي سؤال تحت امركم، واتمنى ان انا اكون يعني كنت خفيف عليكم في هذا اللقاء. بتقدم بالشكر الجزيل لأستاذي الكريم الأستاذ الدكتور حسين علي حسين على المحاضرة القيمة جدا اللي غطت كل جوانب أو معظم جوانب المشكلة المرضية الخطيرة اللي بيعاني منها كل مربي الدواجن، جايز مش بس في مصر ولا المنطقة العربية، في العالم كله، وهي مشكلة مرض نيوكاسل. ويعني بنتقدم ليه باسمكم وباسم منتدى دلتا فيت لتبادل الخبرات بالشكر الجزيل على كل ما قدمه من عرض يعني وافي لهذا المرض اللي بنأمل إن شاء الله إن احنا نقدر نتخلص منه في مصر وفي المنطقة العربية إن شاء الله. يعني دلوقتي هتتاح الفرصة إن احنا يعني نلتقي بشكل مباشر مع الأستاذنا الدكتور حسين علي حسين من خلال يعني الأسئلة، لكن فاصل قصير